من مكاتب البريد عين طابية أحمد سالم سوق 3 الطاحونة وفتح مركز بريدي جديد في كل من بلدية بني والبان وقرية سيوان بولاد عطية. نثمن جميع الجهود خاص لتوسعة شبكة الكهرباء الريفية خاصة وتسجيل عملية توصيل الغاز الطبيعي للتجمعات السكنية الكبرى كل من عين المسيد وسيوان وبولاد عطية وحجر مفروش بعين قشرة وكذلك سراب وحنش بتمالوس والشعبة القلعة بأم الطوب وربط بلدية قنواع.